ولادي وبناتي مشاهديني الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة هكلمكم في موضوع مهم جدا جدا، في حلقة من سلسلة حلقات مشاكل الستات والبنات عبر البريد الإلكتروني. يمكن الحلقة دي أنا كتبتها على خرائط الأرصاد الجوية بتاعة الطيارة، وأتذكر إني عملت الحلقة دي قبل كده ولكن بصورة موسعة، وكانت هذه المعلومات اللي هقولها النهاردة دخلالكو جوه يعني موضوع أكبر. لكن للأسف الشديد أنا عملتها من 4 سنين. أنا فاكر عملتها في الصين في فجر، في الفجر قبل صلاة الفجر في الصين من 4 سنين، لكن نسيت اسم الحلقة إيه. ولما حد من مشاهداتي كلمني واشتكالي قلت له كان عندي حلقة زي كده، لا يا كابتن احنا اتفرجنا على كل حلقاتك فبالتالي مش فاكرين الحلقة دي، فقررت ان انا اعيدها وارجو ان يلهمني الله ان اكون مختصرا. انا كتبتها على ورق الخرائط الملاحة بتاعت الطيارة لسبب بسيط، لان انا كنت على الطيارة عادة لما بيقولوا حضرات السادة الركاب بنيابة عن شركة كذا كذا كابتن عمرو جرانة يرحب بكم، بلاقي لي على كل طيارة مشاهد او اتنين. في هذه الرحلة لقيت تلاتة، فكرني بونيس، تلاتة يا ونيس، تلاتة. والتلاتة كان عندهم نفس المشكلة اللي هكلمكم عنها النهاردة. قبل ما ابدأ الحلقة أحب أقول لكم إن أنا معرفش الحلقة دي هتطلع لكم إمتى على اليوتيوب. النهاردة ليلة 13 أكتوبر 2018، بعد قليل إن شاء الله هيبدأ 14 أكتوبر وهو تاريخ مولدي، أتم 47 سنة. أرجو من الله أن تؤمنوا وتقولوا أمين، أن لا يمر هذا العام إلا وأن يكون الله راضي عني وأن يتقبل مني كل ما أرسله إليكم ويجعله في ميزان حسناتي، وأن لا يتوفاني إلا وهو راض عني يا رب، بحق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. حلقة النهاردة ممكن أسميها اسم من الاثنين، يا إما أسميها الست خدامة مشاعرها اللي بتودي نفسها في 60 داهية، يا اما اسميها عايز اتطلق من جوزي عشان اتجوز حبيبي يا كابتن. الثلاث ستات اللي على الطياره كل واحده خدتني على جنب شويه وكانت قصتها بالظبط عايز اتطلق من جوزي يا كابتن ليه عشان اتجوز حبيبي. عاده القصه دي بتيجي في ازمه منتصف العمر الحريمي. هي في حاجه يا كابتن اسمها ازمه منتصف العمر الحريمي؟ ايوه. موجود عندك على القناه؟ ايوه. اسمها تلك الأزمة الهباب التي يستغلها الشيطان من الشباب. الأزمة الهباب التي يستغلها الشيطان من الشباب. عادة اللي هكلمكم عنه النهاردة ده عادة بيأتي في أزمة منتصف العمر الحريمي، ولكن في الحالات اللي شفتها تليفونيا والحالات اللي شفتها على الطيارة الأزمة دي كانت عند ستات أبعد ما تكون عن أزمة منتصف العمر الحريمي. الفرق؟ ارجعوا من فضلكم الى تلك الورطة الهباب التي يستغلها الشيطان من الشباب، وان شاء الله ربنا يذكرني وانا برفع لكم الحلقة على اليوتيوب احطها لكم في نهاية الحلقة اللي هو ايه الرابط بتاع الحلقة دي. لكن طب بتيجي ليه بقى؟ ليه الست بتحاول تكره جوزها عشان تحب حبيبها؟ بتيجي في بعض الاوقات نتيجة لاختلاف العادات والأفكار والسلوكيات ما بين الست وما بين جوزها. هي عايزة أفكار محددة، عادات محددة، سلوكيات محددة، ممكن الست تطلع صح فيها وممكن الست تطلع غلط فيها، بتختلف ما بين حالة وما بين تانية، ولكن في الآخر الست عايزة مشاعري بتوجعني يا كابتن، مشاعري بتضايقني، مش قادر أعيش بالشكل ده، مش قادر أتحمل إنه كان زمان بيقول لي كلام حلو ودلوقتي ما بيقوليش كلام حلو، ما كنتش قادر أتحمل يا كابتن عواطفي بتوجعني يا كابتن، مش قادر، كان زمان بيركب معايا الطيارة ونسافر مصر ونرجع مصر ونسافر الحتة اللي احنا رايحين فيها ونرجع منها مع بعض وايده في ايدي، دلوقتي بيقول لي الظروف اختلفت، منصبي اختلف، باعني عشان خاطر شغل، ايه الكلام الهكس ده؟ وفي بعض الاحيان تكون بعض الستات عندها ريزونبل باك جراوند، ولكن السيده التي تمتلك هذا الريزونبل باك جراوند او الاسباب المنطقيه لا تصدر منها ابدا تلك السلوكيات، لان ما ينفعش واحده عاقله يصدر منها سلوك مجنون. الستات اللي خدمت مشاعرها بتعيش تطبطب على مشاعرها وبتعيش تشوف مشاعرها رايحة فين ومشاعرها عايزة ايه عشان تعملها. اللي يضايق مشاعرها تجري على اللي يطبطب لها عليها، لو يكون نفسها مش عارف تعمل ايه تجري عشان
تطبطب على مشاعرها سواء مع راجل ولا في كلمة ولا في غنوة ولا في خروجة ولا في عربية ولا في فيلا ولا في أي حاجة. ومنهم من يضحي بعمله وبشغله وبأكل عيشه عشان يعني مشاعره زعلانة من الأمر ده. ده ربنا وصف في القرآن وبيقول الذي اتخذ إلهه هواه، مشاعره هواه، فأضله الله على علم. هيضلك هيضلك، وإذا كان راجل وده نادر الحالات هيضلك هيضلك. الجيل الماضي من الستات اللي هي جيل أمهاتنا، أمهاتي أنا اللي هم الوقت في نهاية السبعينات وأوائل الثمانينات من العمر، كانوا يا بناتي وكانوا يا مشاهداتي والله العظيم ثلاثة عندهم نفس مشاكلهم مع أبهاتكم. روحي لو أمك عايشة روحي لها يا ماما هو أبويا طلع عين أهلك وانت صغيرة؟ آه يا بنتي والله، وكان بيعمل وكان بيسوي. ما فكرتيش تغيريه؟ ما شفتيش واحد ولا عم محمد جارنا اللي فوق ولا زميلك اللي في الشغل وفكرتي انك انت تحبيه وتغيري؟ تقولك يا نهار اسود أغير أبوكي؟ حرام يا بنت بتتكلمي بتقولي ايه؟ ولو غيرت كنت اعمل فيكوا ايه واربيكوا ازاي؟ لما ابوكي قسي عليا شويه قلت مش مشكله، الراجل عنده مميزات وعنده عيوب ولازم اعيش عشان خاطر ولادي. فضحت هذه الانثى اللي هي امك او امي او جدتك، ضحت بهواها ولم تتخذ هواها الهها عشان خاطر بقى في قيمه عظمى اسمها اولادي. لما بقى في قيمه عظمى اسمها اولادي واتقت الله في الرجل اللي عايشة معاه واتقت الله في أولادها ولم تتخذ إلهها هواها، ما أضلهاش ربنا. ربنا عمل إيه؟ غير الوضع وطبطب الوضع وطبطب على مشاعرها وخلى أبوكي أو جدك يحن عليها في لما يكبروا، وغير الحال. ما هو مقلب القلوب والمؤلف ما بين الناس. وبدأوا بعد كده، بدأوا كانوا بيتخانقوا مع بعض جوه أوضة النوم ويقفلوا الباب عشان انتوا ما تسمعوش، بدأوا يطبطبوا على بعض وبدأوا يتعكزوا مع بعض، وربنا ابتلاهم ونجحوا في الابتلاء. ونعاما عليهم كمان خرج الجيل اللي هو احنا كجيل الابهات او الجدود. لو انت طفلة صغيرة او بنت صغيرة في العشرينات من عمرك اسألي جدتك ربنا يديها الصحة او يرحمها، لو كانت ميتة اسألي امك. خرج الجيل ده بيبر ابوه وامه وبيبوس ايد ابوه وامه. ودلوقتي الستات اللي هم في 28 سنة و30 سنة و35 سنة مستعجبات جدا، انا ليه بنتي لا تبرني؟ انا ليه ابني بيقل ادبه عليا؟ لاسباب هقولها لكم في حلقة قادمة ان شاء الله باذن الله. شو اهو تيجي الست تقول لي بص يا كابتن عمرو انا عارفه انك هتقول لي غلط بس انا مش قادره مش قادره مش قادره، بحبه بحبه يا كابتن، اصله بيعمل لي، اصله بيسوي لي، اصله بيكلمني في التليفون، بنتقابل على الانترنت، بصراحه ما حصلش ما بيننا الغلط كتير 6 7 8 9 مرات، او لسه ما حصلش بس مش قادره يا كابتن مش قادره، جسمي بيقيد نار لما بكلمه عايز اديله كل حاجه، ده بيطبطب على ده بيقول لي ده بيعمل لي ده بيحلف لي ده بيقسم لي. يا كابتن العائق الوحيد اللي ما بيني وما بينه هو الراجل اللي انا متجوزاه ابو العيال ده، فبالتالي يا كابتن انا عايز استشير حضرتك وانا ممكن اتطلق ولا ما اتطلقش. على الطياره وزمان في الحلقه بتاعت الصين اللي انا مش فاكر اسمها، هي موجوده على اليوتيوب بس انا مش فاكر اسمها، كانت القصه دي امبيدد يعني داخله جواه، عملت حركه ظريفه جدا اللي عملته في الحلقه بتاعت الصين. قلت للستات على الطياره على ما يدوبك نزلتهم ورجعت بيتنا وقمت لقيت الرسائل جايه، يا نهار اسود يا كابتن على اللي عملوا فيا يا كابتن. ايه اللي بيحصل؟ الراجل ده طول ما هو بيحبك وطول ما انت متجوزها انت في الامان. بحبك يا منى، انتوا عارفين ان عندي كل الاسماء احمد ومنى، بحبك يا منى بس مش قادر اتجوزك. ليه؟ عشان جوزك. انت لو ما كنتيش متجوزه كنت عملت وسويت، انت لو ما كنتيش متجوزه كنت طلقت بنت اللذين اللي انا عايش معاها دي واتجوزتك، لو ما كنتيش متجوزه كنت قطعت نفسي عشان اتجوزك، عشان هناك عائق رهيب لا يمكن تحطمه او لا يمكن تباي باس ات، اسمه جوزك يا حبيبتي. فبالتالي تعالي نطفي نار الغيرة ونطفي نار الحب ونطفي الوجع اللي ما بيننا ونروح نحب بعضنا ونبوس ونحضن ونعمل اي حاجة. وانت ما عندكيش مشكلة، ما انت متجوزة يعني، ما انتيش قطوسة، ما انتيش بنوتة يعني هتفقدي عزريتك؟ طبعا حتة العزرية دي كمان كانت ديم، ودي ايام زمان ايام الاجيال اللي كان عندها دين. ماشي ما علينا، نعمل ايه يا كابتن عشان خاطر نحل المشكلة دي؟ تعالوا بلغوه بالتالي للست بتاعت الصين، قلت لها بلغيه والثلاثة على الطيارة كل واحدة ليها كاستومايزد، يعني عملت لها قصة خاصة
بمشكلتها ولكن تدور في فلك اللي هقوله لكم ده. أن تعربي له: محمد عندي خبر تحفة ليك يا محمد. إيه؟ أنا وجوزي اتطلقنا خلاص، والحمد لله الحمد لله، العدة بتاعتي هتخلص كمان 3 أشهر، أو بالنسبة للست بتاعت الصين وإحنا اللي موجودين على الطيارة، العدة بتاعتي خلصت وأنا جاية لك عشان أقول لك النهاردة أول لقاء ما بيني وما بينك مش هيكون في الحرام يا حبيبي، هيكون في الحلال، وإن ربنا يغفر لنا اللي فات. هات المأذون يا محمد واستناني في المطار عشان نروح نتجوز. كانت النتيجة إيه؟ زي ما قلتها لهم بالظبط. كانت النتيجة الهروب الهروب الهروب. فمنهم من هرب بالسبب التالي: مشغول وحياتك مشغول، وبطول الأسبوع مشغول، أنا مشغول عنك بيكي، عايز أهرب منك ومش هجيكي، وما يردش عليها في التليفون. في منهم اللي غير تليفوناته، في منهم اللي غير الإيميل بتاعه، في منهم اللي كان جايب لها تليفون مخصوص باسم واحد تاني، لما سألت عليه في شركات الاتصالات قالوا لها هذا الرقم يمتلكه فلان الفلاني. مين فلان الفلاني ده؟ بيشتغل ايه؟ طلع بيشتغل سواق تاكسي، فتقدروا تفهموا هو كان واخد التليفون ازاي. السبب التاني القوي: بص يا فلان، انا كنت بحبك جدا جدا جدا، وكان عندي امل ان انا اتجوزك فعلا، لكن للاسف الشديد انت فاجئتيني. انا كنت عامل حسابي ان ممكن طلاقك من جوزك ده يجي بعد 15 16 17 سنه، يكونوا العيال وقفوا على رجليهم، اما الان فمراتي هتخرب بيتي طبقا لقانون الاحوال الشخصيه اللي في البلد دي، او البلد ده كلهم شبه بعض، وهتاخد مني العيال وانا عيالي ما اقدرش اعيش من غيرهم. او انت فاجئتيني، الجواز يا حبيبتي محتاج مصاريف كتير، والدنيا غليت، والاصلاحات خربت بيت ابونا. في كل البلاد العربيه بتعمل اصلاحات، والاصلاحات في جميع البلاد العربيه تقريبا خربت بيت ابو شعبها يعني. يا ريت حضرتك تشيل الفكره دي من دماغك، لان الجواز محتاج ان انا اجيب لك شقه، ومحتاج ان انا اعمل لك حلت لك المشكله، انا هصرف على نفسي. يا منى اللي بيقف على البحر، يا منى عوام، لكن لما بننزل البحر كلامك هيتغير، وانا عندي مسؤوليات كتيره. قصر الكلام، تليفون اتقفل، قصر الكلام، ما تورينيش وشك تاني، قصر الكلام. في منهم شتموهم وقالوا لهم: انا اتجوزك انت يا بنتل ويا بنتل ويا بنتل ويا بنتل، ده انا مراتي اللي معذباني انضف منك على الاقل، مراتي ما كانتش مصاحبه على جوزها، يا اللي كنت متجوزه وبتكلميني في التليفون، يا اللي كنت متجوزه وبتفتحي لي الكاميرا، يا اللي كنت بتنزلي تقابليني من ورا جوزك وتقولي له رايحه اعمل شعري عند الكوافير، ولا كنت رايحه باخد درس ديني ولا ديني، ده انا ده تفوق عليكي، انا كنت بقى ايوه انا كنت بلعب بيكي، ايوه انا كنت بهزقك، ايوه وانا كنت بعينك. الاخوة المسيحيين ما عندهمش طلاق، ودي اول كيس حلتها في يوم من الايام لاحدى السيدات المشهورات جدا في بلدها، وقلت لها: الراجل ده ما بيحبكيش يا ستنا، الراجل ده بيلعب بيك عشان خاطر انتوا ما عندكمش طلاق، ويعلم علم اليقين لو كان عندنا طلاق وكنت مش متجوزة كنت ذبحت نفسي عشان اتجوزك. الكنيسة قررت الطلاق ومنحتها الطلاق، فهرولت اليه طبعا مكدباني ومش طايق عشتي ولا طايق تسمع اسم عمرو جارانا ولا اللي خلفوه، ولما صوت طياره بيعدي من فوقيه بعد ما قلت لها مش هيتجوزك، ايه الكذاب ده تفوق عليك؟ وبعد سنين من البق اللي انا قلته لها دوا مش هيتجوزك يا ستي، ده واضح وصريح، الراجل المحترم ما يعملش كده، تمام. خدت الطلاق وجريت عليه، واول ما جريت عليه فرح بيها جدا، وحبيبتي وحبيبتي وانت حبيبتي وانت نور عيني وانت حبيبي انت ومنيا اللي جنني اتجوزك. بعد شهر نحيط ندعو سيادتكم لحضور اكليل فلان على فلانة في كنيسة كذا، واحلى انهيار عصبي واحلى دخول مستشفى. خدامة مشاعرها بتطبطب على مشاعرها، وفي الاخر بيبقى جزاءها من عند ربنا ان مشاعرها بتتدمر تدميرا شنيعا. في نهاية الحلقة دي احب اقول لمشاهداتي: اتقوا الله في ازواجكم، اتقوا الله في مشاعركم، دي مشاعرك بايد ربنا، بدل ما تخوني نفسك، مش هقولك تخوني جوزك، هقولك تخوني نفسك وتخوني ربك. قولي لربنا: يا رب المشاعر اللي عندي دي ساعدني عليها علشان خاطر ما اغضبكش، استحلفك بالله يا رب ساعدني عليها عشان خاطر ما اغضبكش. وده اللي عملته احدى مشاهداتي لما قلت لها هذا الكلام،
قعدت فترة زمنية طويلة تقول لك أنا قاعدة طول الليل أقيم الليل وأطلب ربنا يا رب يا اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربك وربي أن يحفظ ربي مشاعري لزوجي وأن يحفظ ربي مشاعري فلا أعصاه بها، إني ضعيفة يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا رب لا تكلني إلى حولي وقوتي فأنا ضعيفة، وأكلني إلى حولك أنت وقوتك أنت. قالت لي ما عداش 40 يوم على الاستمرار ولقيت الراجل ده بيكلمني، لقيته بقول له تفو عليك لعنة الله عليك، ده ربنا بيقول في القرآن مع عرضتم خطبة النساء، مش خلاص مش هقولها لأن هي راحت مني دلوقتي حالا. ربنا بيمنع عباد الله في كتابه، في كل كتبه السماوية، قرآن إنجيل طب كل كتب السماوية ربنا بيمنع فيها الراجل إنه يتلاعب بالست اللي مش متجوزة، وبيغلظ عقوبة وبيغلظ النهي عن الست المتجوزة. مع عرضتم بهم خطبة النساء وعلمهم الله ما كنتم في أنفسكم ولكن لا تواعدهن سرا. مش فاكر قوي الآية، استغفر الله العظيم يا رب راحت من دماغي مع إني كنت حافظها، اللي هي علم الله ما كنتم في أنفسكم فلا تواعدهن سرا، اللي هي الحتة دي اللي هي الآية دي للأسف الشديد راحت من دماغي. دلوقتي الحلقة الجاية أو الرسالة الجاية أو المشكلة الجاية رسالة لكل بنت ولكل زوجة، احترسي لأن أعز صديقاتك أيتها المتزوجة بالذات، أعز صديقاتك أيتها المخطوبة هتقنعك بأنك تتطلقي من جوزك وتشفطه هي، وده اللي اكتشفته محاكم الأحوال الشخصية في معظم الدول العربية. دلوقتي انا هسجل لكم الحلقه دي واقوم اغير هدومي واتكل على الله اطير طول الليل، وبكره ان شاء الله لما ارجع واقوم واشرب القهوه بس بتاعت الصحيان هسجل لكم حلقه خلي بالك من اعز صديقاتك لان هي اللي هتسرق منك جوزك وتسرق منك حياتك. سعدت بكم على امل ان اكون قد افدتكم، لاني مش جاي اسعدكم ولا طبطب عليكم، والى ان اراكم ان شاء الله في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.